بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 154. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة. الكعبة عليها أوقاف، من أجل تهيئتها وكسوتها وما ينوبها من أهل الخير، وعليها أوقاف حتى خارج المملكة. فماذا يصنع بما فضل عن ما تحتاجه من هذه الأموال؟ نعم. باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة. عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، فقال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك. فقال: هما المرآن يقتدى بهما. رواه أحمد والبخاري. نعم. الكعبة، سادن الكعبة أو سدنة الكعبة هم بنو شيبة. بنو شيبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمهم المفتاح عام الفتح، وقال: خذوها تالدة إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فسدنة الكعبة هم بنو شيبة إلى أن تقوم الساعة، هم الذين يتولون شأنها وما لها من الأموال الموقوفة. فهذا الأثر. نعم. عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، فقال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. نعم. هم عمر في خلافته أن لا يترك مالا يختص بالكعبة وهو محفوظ لها إلا وزعه بين المسلمين، ولكن شيبة أقنعه بأن هذا لن يكون وليس له ذا أن يفعل ذلك. نعم. قال شيبة: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك. لم يفعله صاحباك، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خليفته الأول، وأنت لست بفاعل لم يفعلاه. نعم. فقال: هما المرآن يقتدى بهما. هما أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق يقتدى بهما، وهذا معناه أن عمر سلم لشيبة ما قاله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولا أدخلت فيها من الحجر. رواه مسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك، يعني قريشا ومن جاورهم، حديث عهد بكفر، يعني إسلامهم متأخر، لأجرى في الكعبة ما يجري من إعادتها على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة
مقصورة عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال، لأن قريشا قاموا بعمارتها في الجاهلية ولم ينفقوا فيها إلا مالا طيبا، فقصرت عليهم النفقة التي جمعوها من المال الطيب والكسب الحلال، فقصروا بناء الكعبة عن قواعد إبراهيم من جهة الركنين الشاميين، فهما داخل الكعبة، وحوط على باقي الكعبة بالحائط الموجود إلى الآن، يسمى بالحجر، يسمى بالحطيم، لأنه محتطم من الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من الفتنة أن يقال إنه تصرف في الكعبة، فدرأ الفتنة وتركها على ما كانت. وكذلك لما جاء وقت المنصور العباسي أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم، كملها. ثم جاء الحجاج بن يوسف وهو أمير من قبل بني أمية، فهدم ما بناه المنصور أبو جعفر، وأعادها كما كانت، فأراد أبو جعفر المنصور أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فمنعه مالك بن أنس، الإمام مالك منعه من ذلك، وقال لئلا تكون الكعبة العوبة في يد الأمراء، فبقيت على ما كانت. نعم. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. نعم. ولجعلت بابها بالأرض. فيه درء المفاسد، فيه هذا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. ولجعلت بابها بالأرض، لأن بابها مرتفع الآن، وكان في الأول في الأرض، وكان لها بابان، باب من الشرق وباب من الغرب. نعم. ولا أدخلت فيها من الحجر، رواه مسلم. نعم. ففيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. كتاب الوصايا. كتاب الوصايا جمع وصية، وهي التبرع بماله، التبرع بمال قدر الثلث فأقل بعد موته، قدر الثلث فأقل، لإنفاقه في وجوه الخير بعد موته، هذه هي الوصية، من الوصي وهو الوصل، فالموصي يصل ما قبل موته بما بعد موته، لذلك سميت بالوصية وهي سنة. الوصية بما ما له وما عليه من الحقوق وما له من الحقوق هذه واجبة، قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه، وهذا في الحقوق التي له أو عليه لأنها تضيع. أما الوصية ويتبرع بشيء من ماله فهذه ليست واجبة، هذه سنة في حدود الثلث فأقل، لأن سعد بن أبي وقاص أصابه مرض وهو في مكة، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أبا أتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: بنصف؟ قال: بشطره؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فثبتت الوصية، جواز الوصية بالثلث فأقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير،
صاروا ينقصون من الثلث إلى الخمس نحوه، لأن الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة. الحث على الوصية على قسمين كما قلنا، الوصية بماله وما عليه هذه واجبة، الوصية بالتبرع بشيء من ماله بعد موته هذه مستحبة في حدود الثلث فأقل. نعم. باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها. نعم. وفضيلة التنجيز حال الحياة. فضيلة أن الإنسان يتصدق وهو حي، هذا أفضل من الوصية، أنه يتصدق وينفق ما دام على قيد الحياة ويتولى هذا هو بنفسه ولا يعتمد على الوصية بعد الموت. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ رواه الجماعة. نعم. وهذا بالحقوق والواجبات واجب أن يوصي به، وأما التبرع فهذا مستحب وليس بواجب، وترك المال للورثة أفضل له من أن يحبس شيئا عنهم، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فدل على أن المسلم يؤجر على الميراث الذي يورثه لأقاربه، يؤجر عليه وهو أفضل من الوصية. نعم. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه؟ وهذا فيه الحث على تقصير الأمل، تقصير الأمل، أن المسلم يتوقع الموت في كل لحظة وفي كل وقت ولا يمدد أمله إلى المستقبل ويقول بعدين أتصرف وأوصي، ما يصلح هذا. نعم. إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، رواه الجماعة. واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف. احتج بهذا الحديث من يعمل بالخط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مكتوبة، وصيته مكتوبة، فدل على أنه يعمل بالخط إذا عرف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ فقال: أما وأبيك لتنبأن أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه الجماعة إلا الترمذي. أما وأبيك، هذا حلف، حلف بأبيه، وكان هذا جائزا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فنسخ هذا الحلف بالآباء، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك من الراوي هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، والمراد الكفر الأصغر والشرك الأصغر، مراد كفر أو أشرك يعني الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، وليس الذي يخرج من الملة. فالحلف بغير الله محرم وهو شرك، إلا أنه شرك أصغر. نعم. أما وأبيك لتنبأن أن تصدق وأنت شحيح صحيح. أن تصدق هذا أفضل، وأنت صحيح ليس بك مرض، شحيح يعني شحيح بالمال، لأن المريض
يرخص عليه المال، أما إذا كان صحيحا في جسمه فهو يغلبه الشح، يغلبه الشح بالمال، صحيح شحيح. نعم. تخشى الفقر وتأمل البقاء. تخشى الفقر، وهذا معنى الشح، أنك تحفظ المال خشية الفقر. نعم. وتأمل، وتأمل البقاء، تأمل البقاء يعني الحياة، وتغفل عن الموت، تقول أنا تو الموت وأنا شاب وأنا صحيح الجسم وما أشبه ذلك. نعم. ولا تمهل حتى إذا بلغت، ولا تمهل الوصية وتؤخرها، لا سيما في حقوق الناس التي لك والتي عليك، حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح بالنزع، تنزع الروح حتى تبلغ الحلقوم، إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالله جل وعلا أخبر أن الروح تبلغ الحلقوم وهي الغرغرة، والغرغرة إذا بلغت الروح الحلقوم والغرغرة لا تقبل التوبة ممن تاب، ولا يقبل الإقرار أيضا، لا يقبل إقراره بمال أو ما أشبه ذلك، محجورا عليه في هذه الحالة لأجل الورثة. نعم. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أي نعم، بادر بالوصية بمالك وما عليك وأنت في حال الصحة، ولا تستبعد الموت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، إلى قوله: ذلك الفوز العظيم. رواه أبو داود والترمذي ولأحمد وابن ماجه معناه، وقال فيه 70 سنة. أعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار. نعم، هذا في وجوب العدل في الوصية، لا يحيف في الوصية عما شرع الله له. الله شرع له الوصية بالثلث فأقل، وأقل من الثلث هذا أفضل من الثلث، فلا يضار في الوصية، يضار الورثة، فإذا ضار الورثة وجبت له النار، وهذا وعيد، هذا وعيد شديد، أن الإنسان لا يحيف في الوصية، وإنما يوصي بما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يوصي لأحد بمال ودين وهو غير صحيح من باب الإلجاء، لا يجوز هذا. المال لك ثم من بعدك لوراثتك، فإذا حضر الموت علاماته يحجر على الإنسان، يحجر على الإنسان لحظ الورثة، ولا يقول هذا مالي وهذا، خلاص انتهى تملكك لهذا المال وتصرفك فيه، هذا وقت صحتك، والآن المال على وشك ينتقل لغيرك، فيحجر عليه في هذه الحالة، ولا يقبل منه إقرار، ولا يقبل منه وصية زائدة على الثلث. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار. هذا وعيد شديد، إذا ضار الورثة بالوصية ما يقول هذا مالي، لا، الآن مالك ينتقل للورثة،
ولك الأجر في ذلك، أنت تريد الأجر لك الأجر فيما ورثته لهما، الأجر حاصل. والجور في الوصية ظلم، ظلم للورثة، والظلم لا يجوز. نعم. فيضاران في الوصية فيجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة، وعيد وعيد شديد. نعم. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ثم قرأ أبو هريرة دليلا من القرآن فقال: نعم، من بعد وصية، فقال لما ذكر المواريث قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الوصية على الدين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. هذا من باب التأكيد لا من باب العمل، فلا يقدم الوصية على الدين. الحقوق المتعلقة بعين التركة منها الوصية ومنها الميراث، فيقدم منها الوصية ومنها الدين ومنها الميراث، يقدم الدين أول شيء، الدين الذي على الميت، ثم من بعده تنزع الوصية، وثم من بعده يأتي الميراث. الحقوق المتعلقة بعين التركة مذكورة في كتب الفرائض في أولها. نعم. بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، إلى قوله: أو دين غير مضار، يعني يعترف بدين لأجل يضايق الورثة وليس صحيحا، هذه مضارة لا يجوز. نعم. وصية من الله، وصية من الله، الله أوصاكم بهذا فاعملوا بها، بوصية الله سبحانه وتعالى أوصى بقضاء الدين قبل الوصية، قضاء الدين قبل الوصية، أولا الدين ثم الوصية ثم الميراث. نعم، على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وصية من الله، إلى قوله تعالى: وذلك الفوز العظيم، رواه أبو داود والترمذي. وذلك الفوز العظيم لمن عمل بما أوصى، بما أوصى الله به، بما أوصى الله به له الفوز العظيم. نعم. ولأحمد وابن ماجه معناه، وقال فيه: 70 سنة، يعني يعيش 70 سنة ثم يجور في الوصية فتجب له النار، هذا وعيد شديد. نعم. باب ما جاء في كراهية مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث. نعم، الوصية لا يجوز فيها شيئان: زيادة على الثلث أو وصية لوارث، الوارث لا يوصى له، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يوصي لأحد الورثة بشيء. لكن لو قال على المحتاج من الورثة فلا بأس، لأنه لم يخص واحدا منهم، وإنما قال على المحتاج فلم يخصص. نعم. باب ما جاء في كراهية مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه. نعم، لو أن الناس غضوا، أي نقصوا من الثلث إلى الربع أو الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي. مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مكة، وخشي
أن يخلف عن أصحابه وهو مهاجر، يريد أن لا تنقطع هجرته فيموت في مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف عن أصحابك. فبشره أن الله يشفيه من هذا المرض فشفي رضي الله عنه، ومات في غير مكة. نعم. فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. هذا في أول الأمر ما عنده إلا بنت، لكن الله متعه بالصحة ورزق بأولاد، رزق بأولاد كثيرين، وجاهد في سبيل الله وقاد الجيوش في سبيل الله بعد هذا المرض، وحصل على خير كثير من العمل الصالح رضي الله عنه. نعم. وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ ثلثين أو النصف، الشطر يعني النصف. نعم. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. نعم. إنك إن تذر ورثتك أغنياء. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. رواه جماعة. على أن الإنسان يؤجر على ما يورثه لقرابته. نعم. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. رواه الجماعة. عالة يعني فقراء. نعم. وفي رواية: يتكففون الناس يعني يسألون الناس. نعم. وفي رواية: أكثرهم جاءني يعودني في حجة الوداع. نعم. وفي لفظ: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي، فقلت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي، فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء. قال: أوصي بالعشر. فما زال يقول وأقول حتى قال: أوصي بالثلث، والثلث كثير أو كبير. رواه النسائي. نعم. رواه النسائي وأحمد بمعناه، إلا أنه قال: قلت: نعم، جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل. وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين. نعم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، إن ترك خيرا، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا، الوصية للأقربين بالمعروف. هذه نسخت هذه الآية بالوصية بالثلث فأقل. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. رواه الدارقطني. دل على فضل الوصية، على فضل الوصية بعد الموت، أن الإنسان يوصي بشيء من ماله لينتفع به بعد موته بالأجر والثواب. نعم. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها. وعن عمرو بن خارجة. نعم. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها، وهي تقصع بجرتها، وإن لغامها جرتها، وهي تقصع بجرتها، وإن لغامها يسيل بين كتفي. نعم. كان يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع. نعم. وإن لغامها يسيل بين كتفي،
فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني من الميراث، فلا وصية لوارث، دل على تحريم الوصية للوارث، لأن الله أعطاه حقه، وإنما الوصية تكون لغير وارث من الفقراء والمساكين. نعم. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، رواه الخمسة إلا أبا داود، وصححه الترمذي. وعن أبي أمامة، رواه الخمسة أصحاب السنن الأربع والمسند، مسند الإمام أحمد، هذول الخمسة إلا أبا داود فإنه استثني من الأربعة. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. وعن ابن عباس: لا وصية لوارث، لا تجوز الوصية للوارث، إنما تكون الوصية لغير الوارث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. إذا أجازوها بعد الموت، إذا أجازوا الورثة بعد الموت صحت وتنفذ، أما إذا لم يجيزوها فهي لا تصح. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، رواهما الدارقطني. يجيزوها يعني بعد الموت، أما إذا أجازوها قبل الموت هذه الإجازة غير صحيحة، لأنهم ليس لهم شيء قبل الموت. نعم. باب في أن تبرعات المريض من الثلث. نعم، يحجر عليه إذا أصابه المرض المخوف، يحجر عليه إلا في حدود الثلث فأقل. نعم. باب في أن تبرعات المريض من الثلث. عن أبي زيد، عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم. أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم. نعم. فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، رواه أحمد وأبو داود بمعناه، وقال فيه: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. هذا وعيد شديد، لأنه جار في الوصية أوصى بأعبده كلهم وليس له غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم أجازها في اثنين فقط من الأرقاء، وردها في البقية لأجل حظ الورثة. نعم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. الاثنين من الستة هم الثلث، الاثنين من ستة هم الثلث، فأجاز في الثلث وردها في البقية لأجل حظ الورثة. نعم. وفي لفظ أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة له، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال: أو فعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة، رواه أحمد. ما صلينا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على مثل هذا، لكن ما هو معناه يترك ولا يصلي عليه غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة، رواه أحمد. واحتج به من سوى بين متقدم العطايا ومتأخرها لأنه لم يستفصل هل أعتقهم بكلمة أو بكلمات. نعم. باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ الحربي هو الكافر، الحربي هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد، الذي يسمى كافر حربي، والذي بيننا وبينه عهد يقال معاهد، حرب يقال كافر معاهد غير حربي. نعم. باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص ابن وائل أوصى أن العاص ابن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. العاص هو والد عمرو بن العاص. نعم. أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 رقبة، وبقيت 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه، بلغه ذلك، رواه أبو داود. نعم. فدل على أن الوصية والحج والعمرة هذه الأعمال يصل ثوابها إلى الميت إذا فعلت عنه، تدخلها النيابة، لأنها تدخلها النيابة. نعم. لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه، بلغه ذلك، رواه أبو داود. أما غير المسلم فلا يحج عنه ولا يعتمر عنه ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه، غير المسلم لا. نعم. باب الإيصاء بما يدخله النيابة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وأعادها تماما كما هي؟ نعم نعم، ولكن الحجاج نقضها نيابة عن بني أمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فأراد الخليفة العباسي أن يبنيها على قواعد إبراهيم بعد الحجاج المنصور، أبو جعفر المنصور أراد أن يبنيها على قواعد إبراهيم بعد الحجاج، فمنعه مالك بن أنس رضي الله عنه وقال لا تكون الكعبة العوبة في يد الأمراء. نعم. فبقيت على ما كانت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل تصح الصلاة في الحجر مع استدبار الكعبة وذلك لأنه من الكعبة؟ تصح النافلة، أما الفريضة لا، الفريضة لا تصح في داخل الكعبة ومنها الحجر، أما النافلة تجوز. نعم. لكن لا يستدبر الكعبة، لا يستدبر الكعبة، لأن هذا يشوش على الناس وهو غير عملي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لأب أن يوصي لأحد أبنائه قبل وفاته مخافة أن تؤخذ حقوقه من قبل إخوانه لأنه ضعيف؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يوصي لأحد أبنائه بعينه، أما إذا أوصى على الفقير من أولاده لا بأس، لأنه ضبطه بالوصف ولم يضبطه بالشخص.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا نعم. أوصى الأب الكافر وصية لابنه المسلم، فهل يجوز له أن يأخذها؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس ميراثا، إنما هو تبرع وصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أوصت جدتي بتقسيم ميراثها بالتساوي بين الذكور والإناث، وهم قد رضوا بذلك، فهل عليها إثم في هذا؟ إذا أجازوها بعد الوفاة لا بأس، أما إجازتها قبل الوفاة لا تنفذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم هبة الرجل ماله كله لابنتيه فقط، وما حكم ذلك إذا أراد به منع إخوانه من الإرث؟ لا يجوز أن يخص أحد أولاده بالعطية دون إخوانه، لأن عمرة بنت رواحة أوصى زوجها لابنه بمملوك، أوصى زوجها لابنه لأحد أبنائه بمملوك، فقالت عمرة: حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهدوه على هذه العطية. قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: أترضى أن يكون في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولا أدخلت فيها من الحجر، يقول: هل زال هذا المحذور في هذا العصر فيمكن أن يفعل ما تمناه رسول الله؟ لا، ما زال المحذور، ما زال، لا يغير في الكعبة ضجة الدنيا فلا يعمل هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن تحت الكعبة أو حولها قبور للأنبياء؟ نسأل الله العافية. هذا كلام الخرافيين. الكعبة لا تبنى على قبور، ولا تجعل القبور في سائر المساجد، فكيف بالمسجد الحرام؟ لكن هذا من كذب القبوريين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التمسح بجدران أو بثوب الكعبة؟ التمسح بالكعبة لا بأس به، وأما التمسح بثوبها فلا يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يتساهل بالصلاة دون جحد لها أو إنكار، هل وصيته صحيحة؟ لا، الذي لا يصلي ليس بمسلم، إذا كان غير مسلم فلا صحة لوصيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد موت الميت هل تنفذ الوصية على الفور أو على التراخي؟ لا بد من إلا إذا منع مانع من تنفيذها على الفور حتى يزول المانع، أما إذا لم يكن هناك مانع فتنفذ على الفور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان المال قليلا لا يكفي الورثة، فهل تنفذ الوصية فلا يحصل الورثة إلا على أقل القليل؟ إذا كانت في حدود الثلث فأقل تنفذ، كانت أكثر من الثلث لا، إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان صاحب المال يتحدث في حياته باستمرار
عن فضل الوصية لكنه مات ولم يوصي، فكيف التصرف في ذلك؟ وهل يؤخذ من ماله الثلث فيتصدق به؟ لا، إذا سمحوهم وتبرعوا له فلا بأس، أما أن ينفذ من غير رضاهم فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الوقف والوصية؟ الوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، أما الوصية فإنها أقل من الوقف من جهة يعني تنفيذها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو أن رجلا كان عليه دين وأوصى قبل موته أنني إذا مت فيؤخذ من مالي ويسدد عني هذا الدين، فهل هذه الوصية مشروعة؟ هذا لو ما أوصى لازم يسدد الدين من ماله، لازم يسدد الدين من ماله قبل الوصايا وقبل الميراث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يمكن أن يكون الحلف بغير الله هل يمكن أن يكون الحلف بغير الله شركا أكبر بدل الشرك الأصغر؟ نعم، إذا عظم المخلوق مثل ما يعظم، إذا عظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك أكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل له بيت وقبل موته ذهب إلى القاضي وسجل في المحكمة أن للمرأة مثل نصيب الرجل، فهل تنفذ هذه الوصية؟ أدام ذهب للقاضي القاضي ينظر فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير أو كبير، هل يدل ذلك على كراهية الوصية بالثلث؟ لا، يدل على أن أقل من الثلث أفضل من الثلث، أفضل أفضلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أيهما أفضل، أن يترك الرجل ماله للورثة أو أنه يوصي بالثلث؟ الأفضل أن يتركه للورثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، أن الوارث لا يوصى له وإن كان محجوبا عن الميراث بسبب ما؟ كان محجوبا عن الميراث وهو غير وارث فتصح الوصية له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: منتشر عندنا في البلد أن الولد الذي لم يتزوج في حياة أبيه فإن أباه يوصي له بشيء من المال زيادة له عن بقية الورثة لكي يتزوج به. لا لا، هذا من النفقة، التزويج من النفقة، ما دام أنه حي ويقدر على الإنفاق ينفق على ولده، وإذا كان ولده محتاجا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع للرجل أن يوقف جميع ماله على نفسه وذريته وكذلك في أعمال الخير؟ لا يجوز أن يضار الورثة بهذا الوقف، إذا كان قصده المضار فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ابن الابن إذا كان محجوبا بالابن فهل يجوز للجد أن يوصي له؟ نعم، إذا كان غير وارث فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يمكن أن نستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، أن فعله هذا من الكفر الأكبر؟ لا، هذا من باب الوعيد وليس من الكفر، إنما هو من باب الوعيد والتغليظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال تكرر وفقكم الله، يقول: بالأمس جمع عدد من الأئمة في الرياض
بين المغرب والعشاء لأجل الغبار، يقول: ما حكم هذا الجمع، وهل الصلاة وهل الجمع صحيح؟ يسألون دار الإفتاء في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يصح تعبير الرؤى والرقية الشرعية من غير العالم بالدين؟ هل يجوز تعبير الرؤى والرقية الشرعية من غير العالم بالدين؟ نعم، يجوزان، لا بأس بذلك. أو يشترط في الرقية أن يكون الراقي عالما، إذا كان مسلما ويقرأ القرآن له أن يرقي. الثانية تعبير الرؤى والرقية الشرعية. تعبير الرؤى هذه فراسة، تعبير الرؤية هذه فراسة، يؤتيها الله من يشاء فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يقول السائل: أحيانا وأنا في السيارة يكون لدي بعض الوقت، فهل يجوز لي أن أصلي النافلة وأومئ بالركوع والسجود مستقبلا القبلة وأنا جالس في السيارة؟ هذا في السفر يا أخي، في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة، أما إذا كنت لست في سفر لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ترجمة القرآن أو تفسير معانيه باللغة غير العربية؟ لا يمكن هذا، لا يمكن تفسير القرآن بغير اللغة العربية، لأنه نزل بها باللغة العربية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا لكن سائل تترجم التفسير، يترجم التفسير ما هو بالقرآن، تفسير القرآن تجوز ترجمته لغير العرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويسمونه تفسير معاني القرآن، معاني القرآن، ولا يقولون لفظ القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل مال الوصية يعطى لأصناف الزكاة الثمانية أم هو خاص بالفقراء والمساكين؟ هل مال الوصية يعطى لأصناف الزكاة الثمانية أم هو خاص حسب ما أوصى، على حسب مراد الموصي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تصدق بجميع ماله، ولما سئل قال: قد تركت لهم الله ورسوله. يقول: ما صحة هذا الحديث، وهل يتعارض مع ما أراده سعد بن أبي وقاص؟ أبو بكر الصديق له خاصية رضي الله عنه في قوة إيمانه وقوة يقينه، فإذا بلغ الإنسان من اليقين وقوة الإيمان مثل أبي بكر الصديق فله أن يتصدق بكل ماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما القول الراجح في تحية المسجد وقت النهي؟ إنها من ذوات الأسباب، والقول الراجح فيها أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود السبب في أي وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن جدتها عندها ذهب كثير، وقالت: هذا الذي في يدي من الذهب إذا أنا مت بيعوه وتصدقوا به على الفقراء، والباقي هو لك يا بنت البنت ولأمك، وهناك ورثة، فهل هناك شيء في هذه الوصية؟ ليس لها إلا في حدود الثلث فأقل، وما زاد فهو للورثة إلا إذا سمحوا به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الراجح في مسألة الوضوء من لحوم الإبل، وهل صحيح أن هذا من مفردات الحنابلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قالوا: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هذا حديث صحيح فلا يعدل عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أبيح له الجمع بين الصلاتين، فهل إذا صلى الظهر مثلا وصلي على جنازة هل له أن يصلي عليها
أو أنه يبادر إلى جمع العصر؟ نعم، يبادر إلى جمع العصر، الجنازة فيه من يصلي عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخل خطيب الجمعة فهل يجب عليه أن يصلي تحية المسجد قبل أن يصعد؟ لا، ما يجب عليه، تحية المسجد غير واجبة، غير واجبة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحية المسجد إذا دخل ليخطب الجمعة، ما كان يصلي تحية المسجد، ولا كان السلف يعملون هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المسلم أن يكتب وصيته ورقيا ويضعها تحت وسادته كل يوم وقت النوم، أم كيف نفهم الحديث الوارد الذي فيه وضعها تحت الرأس؟ هذا في الديون والحقوق التي عليه أو له عند الناس، اكتبها لئلا تضيع. أما الوصية التبرعية فلا، هذه تبرعية، إن فعل له أجر وإن تركها فلا حرج عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعد الانتهاء من الأذان، فهل يشرع أن يرفع الرجل يديه لأجل الدعاء؟ لا، يدعو بدون رفع اليدين، ما ورد أنه يرفع يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجب علي أن أوقظ ابني للصلاة الفجر في المسجد علما أن عمره 10 سنوات، أو يكفي أن يصلي في البيت؟ إذا كنت تخافين عليه وليس هناك من يذهب معه، يصلي في البيت حفاظا عليه. أما إذا كان هناك من يذهب به إلى المسجد، فإنه يذهب معه إلى المسجد ولا يصلي في البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ورد أنه كان يصلي في الليل ويختم كل ليلة، هل هذا العمل طوال السنة أو عمله مرة واحدة؟ الله أعلم، لكن ورد أنه قرأ القرآن في ركعة، قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. نعم. ثم يقول رعاك الله: وهل يشرع لي أن أعمل هذا اقتداء بهذا الخليفة الراشد؟ إذا قويت عليه أفعله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هذه العبارة وهي حجر إسماعيل، هل هي صحيحة؟ ما لها هذه التسمية، لا أعلم لها سببا، ما هو بالإسماعيل، هذا من الكعبة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال يقول: هل للمرأة الحائض والنفس القراءة، قراءة القرآن من الجوال دون حائل؟ ما تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، الحائض والنفس، إلا إذا خشيت أن تنسى حفظها، فلها أن تقرأه عن ظهر قلب. وإن قرأت من المصحف لأجل الحاجة، فيكون معها ما تباشر به المصحف أو من وراء ثوبها، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما المراد بتبرج الجاهلية الأولى؟ وهل هذا الأمر والنهي خاص بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تبرج الجاهلية، التبرج هو التزين عند الخروج، تزين المرأة عند خروجها، تلبس ثياب الزينة، تتعطر، تتطيب، هذا من تبرج الجاهلية، تخرج المرأة بثياب غير لافتة للنظر، غير ثياب زينة، ولا تتعطر ولا تتطيب، تكون متسترة، هكذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول رعاك الله: وهل الأمر بالقرار في البيوت خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس خاصا، لأنه قدوة،
نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة للمسلمات، فالمرأة تقر في البيت ولا تخرج إلا لحاجتها مع التستر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذا الدعاء وارد ومشروع؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لا، ما ثبت هذا، هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم عملي في محل كبير، بقالة كبيرة، يقول مداخيلها مختلطة. يقول العمل في بقالة كبيرة مداخيلها مختلطة، فيها الحرام وفيها الحلال، هل يجوز لي أن أبيع في هذا المحل؟ لا، انتقل إلى محل أحسن من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنه قد سرق مالا كثيرا وقد هرب، والآن قد تاب إلى الله ويريد إرجاعه لصاحبه، لكنه لا يدري أين هو، يقول: هل أتصدق بهذا المال؟ إذا أيس من إيصاله إلى صاحبه فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الوعظ عند المقابر إذا كان هناك حاجة؟ هذا بدعة ولا أصل له، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، لما وجدوا القبر لم يتكامل إعداده، فجلس وجلس حوله أصحابه رضي الله عنهم فوعظهم، لأن القبر لم يتكامل إعداده، له سبب. أما أن يتخذ هذا سنة، هذا لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض الناس يكثر من سب الحكام والعلماء في المجالس، وخاصة في هذه الأيام، يقول: ما الواجب على المسلم في هذا الأمر؟ أن ينكر عليه، وإذا لم يمتثل يبلغ عنه، يبلغ عنه السلطة، لأن هذا من الخوارج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يكون البر بالوالدين بعد وفاتهما؟ يكون البر كثير بالوالدين، بالدعاء لهما، بالاستغفار لهما، بالحج والعمرة وإهداء ثوابهما، صدقة عنهما، كل هذه تنفع الوالدين بإذن الله، تدخلها النيابة وتنفع الوالدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقوم بعض الرقاة بكتابة آيات بالزعفران ثم تباع، يقول: هل هذا الأمر مشروع وهل يشرع شربه؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا من الرقية، كانوا يكتبون في الصحون، يكتبون في الأوراق ويغسلونها، وتسقى للمريض غسالتها أو يشربون، لا بأس بذلك، هذا من التداوي بالقرآن ومن الرقية بالقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تشرع رقية الجنين في بطن أمه؟ ما أعلم لهذا أصلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الوصية لمن يتخوف من العين دائما ويوسوس في هذا الأمر؟ توكل على الله، يتوكل على الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا يكون عنده وساوس وعنده خوف شديد، هذا يكدر عليه حياته، يعتمد على الله ويتوكل على الله، ويستعمل الورد في الصباح والمساء، ولن يضره إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندما يسجد الإنسان في الصلاة ويدعو ربه، هل يشرع أن يقول آمين بعد انتهائه من الدعاء؟ لا، يقول آمين بعد الفاتحة فقط، أو في دعاء القنوت، وأمن على دعاء القنوت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعطي من مال الزكاة أن أعطي قريبا لي لأجل أن يؤدي العمرة؟ نعم. يقول حفظك الله: هل يجوز أن أعطي من مال الزكاة قريبا لي لأجل أن يؤدي العمرة؟ نعم، يقولون يعطى ليحج من الزكاة، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، الحج من الجهاد في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يقترف الذنب ثم يتبعه بأعمال صالحة ثم يكرر ما فعله مرات، فهل يعتبر من المنافقين أم من الصالحين؟ عليه بالتوبة إلى الله، وإذا غلب عليه هواه أو شهوته يتوب إلى الله، يكرر التوبة ولا ييأس من رحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحيانا أسافر إلى دول الكفر لحضور مؤتمرات عالمية في مجال تخصصي وأمكث أياما هناك، هل هذا داخل في تحريم الإقامة في دول الكفر؟ السفر إلى بلاد الكفر يكون للدعوة إلى الله، يكون لتجارة، لأجل عقود تجارة وتعامل مع الشركات، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يظهر بين وقت وآخر أناس يزهدون في تعليم التوحيد ويقولون إن الناس ليسوا بحاجة إليه في هذا الوقت وخاصة في هذا البلد، ما النصيحة في هذا الأمر؟ النصيحة أن لا يلتفت إلى هؤلاء المخذلين وأعداء التوحيد، ما يقول هذا إنسان في قلبه إيمان، وإنما هو عدو للتوحيد ويمل من التوحيد، عليه خطورة والعياذ بالله. التوحيد يمل، التوحيد هو أساس الدين وهو أصل الدين، ألا يمل تعلمه وتعليمه ونشره؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل تجب الزكاة في المهر إذا لم يقبض وحال عليه الحول؟ إذا لم يقبض نعم. إيه نعم، الدين تجب زكاته، هذا دين، إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب تزكيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العقيقة وعلى من توزع؟ العقيقة سنة توزع ثلاثا: ثلث يأكله وأهل بيته ومن ينوبه يأتيه، ثلث يهديه لأصدقائه وجيرانه، ثلث يتصدق به على الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مات على الشرك الأصغر هل يكون مخلدا في النار أو هو تحت المشيئة؟ من مات على الشرك الأصغر هل هو مخلد في النار؟ لا، أو لا، متوعد بالنار، لكن قد يعفو الله عنه، وإذا دخل فلا يخلد فيها، أصحاب الكبائر التي دون الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل يقول: ما نصيحتكم للمرأة التي تكثر من سب زوجها وتدعو عليه مع أنه قائم بحقوقها ويكلمها بكلام طيب؟ لا يجوز لها ذلك، هذا ظلم وعدوان، لا يجوز لها أن تسيء إليها، هذا من سوء العشرة، وزوجها له حق عليها، هذا من إضاعة حقه عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أوصى بوصية محرمة كطباعة كتب المبتدعة هل يجب إنفاذ هذه الوصية؟ لا، يطبع فيها كتب طيبة تصرف في شيء طيب، ولو خالف نص الموصي، إذا كان نص الموصي محرما يغير، يجعل في بر وفي طاعة.
نعم انتهى وفقك الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.